أنا اسمي Grace. My name is Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. أصحابي، في صوت زئير أسد. معقول؟ زئير أسد بمدرستي؟ شو عم يعمل الأسد هون؟ رح أترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية، وأنا لازم أطلع شوف شو عم بيصير. برجع بشوفكم. أصدقائي، احذروا شو صار. طلع ابن الجيران عم يحضر فيلم عن حديقة الحيوانات، وما طلع في أسد. زئير الأسد إجا من الفيلم. تعرفوا أصدقائي شو يعني أسد بالإنجليش؟ أسد يعني lion. lion بشو بتبلش lion؟ اسمعوا منيح، lion بتبلش بحرف ال. حرفنا لليوم هو the letter L. And we pronounce it L. حرف ال ومنلفظه ل. The letter L and we pronounce it L. عيدوا من وراي. The letter L and we pronounce it L. مثل lion. والال مثل باقي الأحرف إلى شكلين، capital L و small L. خلينا نكتبهم مع بعض. منبلش بالcapital L، نقطة من الخط الفوقاني، ننزل straight line، خط جالس، وبعدين بنعمل له كرسي من تحت مثل الشكل التالي، capital L، capital L، ومنلفظها ل ل مثل lion، أسد. خلينا نكتبها مرة تانية. منحط point، ننزل straight line، ومنعملها كرسي من تحت بالشكل التالي، the letter L and we pronounce it L lion. خلينا نكتبها بعد مرة، capital L. خلوا الورقة والقلم وتمرنوا معي. point نقطة، ننزل straight line، خط جالس، ومنعمل الكرسي من تحت، the letter L. very good. هلأ خلينا نكتب the small letter L. the small letter كتير هين. منبلش بنقطة من فوق ومننزل straight line لتحت، هيدا هو. فإذا small L lion. خلينا نكتبها بعد مرة، منحط نقطة وبننزل لتحت، small L. آخر مرة، نحط نقطة وبننزل straight line لتحت، small L. فإذا عنا اليوم capital L small L مثل lion، the letter L and we pronounce it ل، نلفظها ل. خلينا نكتب هلأ
four words. One, two, three, four. خلينا نكتب four words. أربع كلمات فيهم ال. منبلش. lion. ل lion يعني أسد. ل lamp. lamp يعني لمبة. عنا ل leaf. leaf يعني ورقة شجرة. leaf ورقة شجرة. وآخر كلمة ل lap. lap يعني حضن. lap يعني حضن. فإذا عنا ل lion, ل lamp, leaf, lap. خلينا نرجع نعيدهم ونحط circle دائرة على letter L. ل lion أسد. وين في L بلاين؟ بأول الكلمة. The letter L. lion أسد. ل lamp. lamp لمبة. وين في L بلمبة؟ عنا the L. lamp لمبة. leaf ورقة شجرة. وين عم تسمعوا ل بليف؟ ل leaf بالأول. the letter L. leaf ورقة شجرة. وآخر كلمة lap. lap حضن. وين عنا له بحضن؟ بلاب. لاب بالأول كمان. the letter L. طلعوا شو عنا هون. lamp لمبة. lamp لمبة. lion أسد. lion أسد. leaf ورقة شجرة. leaf ورقة شجرة. وآخر كلمة lap حضن. lap حضن. تذكروا أصدقائي ال تنكتب بشكلين. capital L مثل الشكل التالي. small L الشكل التالي. the letter L and we pronounce it L. نلفظها L. والأربع كلمات هني lion أسد. L lamp لمبة. ل ليف ورقة شجرة. ل لاب حضن. ما تنسوا من أصدقائي وتمرنوا منيح كيف منكتب كابيتال L والسمول L. lion أسد. lion أسد. lamp لمبة. lamp لمبة. leaf ورقة شجرة. leaf ورقة شجرة. lap حضن. lap حضن. جاهزين تنمرح مع بعض؟ let's have some fun. مثل ما تعودنا أصحابي هلأ أنا بقلكن words كلمات، وإذا سمعتوا the letter L له touch your eyes. ألمسوا عيونكم. touch your eyes. له touch your eyes. حاضرين؟ are you ready؟ خلينا نبلش. أول كلمة lion. lion عم تسمعوا له؟ yes or no؟ lion. very good. touch your eyes. له lion. excellent. ثاني كلمة book. book no ما فيها ال book. ما عم نسمع له. don't touch your eyes. book no. تالت كلمة عنا هلأ lap. lap yes or no. له lap yes. excellent. lap touch your eyes. very good. هلأ pen.
No, ما فيها قل. Don't touch your eyes. الكلمة اللي بعدها. Leaf. Leaf. Excellent. Leaf. Touch your eyes. Leaf. Very good. الكلمة اللي وراها. Lamp. Lamp. عم تسمعوا له؟ Yes. Excellent. Touch your eyes. Lamp. Garden. Garden. No. عم نسمع له؟ No. Garden. Don't touch your eyes. ما تلمس عيونكم. وآخر كلمة هي rose. Rose. حدا عم يسمع له؟ Rose. No. ما في له. Don't touch your eyes. Very good أصدقائي. بعدنا عم نحكي عن letter L. The letter L. حرفنا لليوم. نلفظها ل. We pronounce it ل. وإلى شكلين. Capital L. Small L. Capital L. ل. Small L. ل. خلينا نحطهم على اللوح. Capital L و small L. كيف بنلفظها أصدقائي؟ ل. Capital L small L. ومثل ما حكينا كمان Capital L والsmall L موجودين بكلمات. Four words أخذناهن اليوم. خلينا نتذكرهم مع بعض. أول كلمة lamp. Lamp. لمبة. لمبة. ل. Lamp. Lion. Lion. ل. Lion. أسد. ل. Leaf. ل. Leaf. ورقة شجرة. وأخذنا كمان lap. Lap. حضن. فإذا تذكروا the letter L and we pronounce it ل. Capital L نكتبها بالشكل التالي. Straight line لتحت، بعدين بنعمل لها كرسي من تحت. وsmall L نكتبها بالشكل التالي. Straight line بس. هلا خلينا نكتب الكلمات يلي أخذناهن اليوم. Lion. ل. Lion. أسد. ل. Lamp. ل. Lamp. لمبة. ل. Leaf. ل. Leaf. ورقة شجرة. ل. Lap. حضن. ل. Lap. حضن. خلينا نعمل سيركل على اللتر L. ل. Lion. أسد. ل. Lamp. لمبة. ل. Leaf. ورقة شجرة. ل. Lap. حضن. بدكم نحطهم بجمل؟ قبل ما نحطهم بجمل بدي أعرفكم اليوم على كلمتين كمان جديد. Look at. Look at. Look at يعني انظر إلى. انظر إلى. Look at. بدنا نحط look at بثلاث جمل ونستخدم الكلمات اللي تعلمنا هون اليوم. تعالوا مع أصدقائي منبلش. Look at the leaf. Look at the leaf. Look at. انظر إلى ورقة الشجرة. Look at the leaf. انظر إلى ورقة الشجرة. جملة تانية. Look at. انظر إلى
the lion. Look at, انظر إلى the lion, الأسد. انظر إلى الأسد. بعد جملة. Look at, انظر إلى the lamp. Look at the lamp. شو يعني look at؟ انظر إلى the lamp, اللمبة. انظر إلى اللمبة. خلينا نرجع نتذكر. Look at كلمة اليوم. أول وحدة look، ثاني وحدة at. Look at، انظر إلى. نستخدمها لما نقول انظر إلى ورقة الشجرة. Look at the leaf. انظر إلى الأسد. Look at the lion. انظر إلى اللمبة. Look at the lamp. ما تنسوا أصدقائي، تعلمنا اليوم look at. Look at، انظر إلى. حرف اليوم كان the letter L. The letter L. Capital L. Small L. Capital L. Small L. And we pronounce it L. L. ما تنسوا الشكلين. أول شكل ننزل straight line لتحت، نرجع نعمل له كرسي capital L small L. هين كتير، نبلش من فوق وننزل لتحت small L. ما تنسوا أصدقائي كمان الكلمات أخذناهن the words، الكلمات lion أسد، له lion أسد، له lamp لمبة، له lamp لمبة، له leaf ورقة شجرة، له leaf ورقة شجرة، له lap حضن، له lap حضن. ولوك آت يعني انظر إلى. تمرنوا عليهم منيح. أنا هلأ بترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song. أنا بشوفكم الحلقة القادمة. Bye.